هلو ازيكم عاملين ايه يا كلكم يكونوا بخير النهارده رجعت لكم بوصفه جديده قوي اللي هي البوكيم باب اللي هو الرز بالكيمتشي كل اللي هنحتاجه بس كوبايه رز ونص كوبايه كيمتشي معانا معلقتين صويا صوص كبار ومعلقتين زيت سمسم وبصل اخضر ورشه ملح ورشه فلفل اسود ومعلقه سكر صغيره كل اللي هنبدا نعمله اول حاجه ان احنا نسلق الرز انا عندي الماكينه اللي هي بتاعه الرز السليق بتاعتها انا حطيت كوبايه الرز وبعدين حطيت عليها كوبايه الميه لحد العلامه بتاعتها يعني بالنسبه لل... للي يقدروا يعملوا الرز على النار عادي جدا مش لازم الحله بس هي الحله بالنسبه لي كانت اسهل لانها ما بتاخدش وقت يعني هي حوالي دقيقتين ثلاثه وبتخلص الدنيا على طول للناس اللي عايزه تعملها على البوتاجاز عادي مفيش مشكله بتغسلوا الرز كويس بس وبتحطوه في الحله وبتحطوا عليه ميه يعني الميه بقى نفسها غير محدده يعني بتحطوا ميه كتير براحتكم لان انتوا كده كده لسه هتصفوه وبعد يعني حوالي 12 دقيقه سلق بالظبط يعني انا برضو جربت اعملها طريقة اصلا في الاساس من غير من غير الحله بتاعه الرز فاخدت معايا حوالي 12 دقيقه سليق للرز بعدين بتصفوه وتسيبيه يبرد شويه كل اللي انا عملته ان انا قطعت النص كوباية كيمتشي قطعت الكيمتشي كده بالمقص على طول آه زي ما شفتوا من شوية عشان بس ايه آه يبقى صغير معايا ما يبقاش كبير عشان آه تقدروا تاكلوه وتقدروا تمضغوه في الاكل فبيتقص او يا اما ممكن تقطعوه على البرد الخشب او اي برد عندكو بس انا يعني شايفة ان المقص كان اسهل حاجة وبتنجزه على طول في السريع طبعا عبل ما الرز كان بيستوي انا عملت بيضة كده على السريع دي اختياريه بصراحه يعني مش مش لازم تعملوها بس انا حبيت ان انا احط على الكيمتشي البيض وهما الكوريين عامه بي بيحطوا البيض عليه كده مقلي نص قليه يعني بيض عيون كده شويه وبعدين تحطوا شويه ميه وتغطوها بحيث ان هي تبقى مستويه من جوه ومن بره وكده يعني <applause> بالنسبه للبيض يعني مش لازم تحطوه على فكره هي حاجه اختياريه هي بتدي بس طعم جميل جدا بصراحه يعني انا جربتها ببيض ومن غير بيض وعجبتني بالبيض اكتر في نفس التصل اللي قليت فيها البيضه عادي مفيش مشكله بحط رشه زيت سمسم نص بس نص الكميه يعني معلقه بالظبط وبعدين ببدا احط الرز بتاعي اللي هو الكوبايه اللي احنا سلقناها ببدا بس احركه كده على البسيط بحيث ان هو يتشرب الزيت السمسم عشان كده انا حطيت الرز الاول لان عاده يعني الكوريين عامه بيحبوا يشربوا الرز بتاعهم زيت وهنزل بالكيمتشي بتاعي بركن بس الرز شويه على جنب في نص الطاسه في نفس الطاسه عادي مفيش مشكله بنحط في النص التاني الكيمتشي بحيث ان الاوراق بتاعته نفسها برضو تاخد زي صدمه شويه من الحراره وتتبل شويه وبعدين بحط البصل الاخضر طبعا البصل الاخضر اختياري على حسب بقى انتوا هل بتجيبوا الكيمتشي بتشتروه من بره ولا بتعملوه في البيت بس انا ما كنت عاملاه المره دي من غير بصل اخضر اللي هي اضافات الكيمتشي انتوا بتحطوا جزر وبصل اخضر فكنت حاطه بس جزر معاه الكيمتشي لما تخلل وهتلاقوا برضو طريقه الكيمتشي في فيديو ليا على قناتي هتلاقوها وبرده هحط لكم اللينك في صندوق الوصف تحت فانا الكيمشي دوت كنت عاملاه من غير بصل اخضر فحبيت ان انا احط اضافه البصل الاخضر عشان بيديه طعم حلو جدا بصراحه كل اللي انا عملته ان انا بس حطيت بقيه التوابل بتاعتها او بمعنى صح المكونات التانية حطيت البصل الاخضر حطيت رشه الملح والفلفل الاسود ومعلقه السكر ومعلقتين الصويا صوص طبعا اوريدي لان الرز نفسه هو لسه سخن فمش <applause> هحتاج حرفيا ان انا احط اكتر من كده على النار بيعتبر هو كده الطبق خلص يعني مش قادره اقول لكم الكيمتشي بوكيمباب او الرز بالكيمتشي بيبقى سهله قد ايه هو اوريدي بس بيبقى عندك الكيمتشي جاهز آه ومخمره ومخمراه فيعني هترتاحي جدا يعني يعني مفيش اسهل من كده في اي طبق بقى غويط بقى مستطيل بقى اللي يعجبك بس يفضل اللي هو الطبق الغويط لان يعني إنتي بقى تقعدي تاكلي بقى وتلخبطي الدنيا بقى وكده فبيبقى لطيف اكتر طبعا انت زي ما قلت البيضة اختياري بس ممكن تحطيها برضو بصراحه بتدي طعم جميل جدا مع, مع الاكل وده كده الشكل النهائي للبوكيمباب او الارز بالكيمتشي انا حطيت بصراحه كزبره كزبره كده لان اكتشفت ان الكزبره بتدي له طعم جميل جدا هي انا كنت حطاها بصراحه للزينه بس يعني مش عايزه اصدمكم انا لما اكلتها مع مع الرز ومع البيضه وكده بصراحه عجبتني جدا فانتوا مش لازم بس تحطوه زي كرانيش كده زينه وكده لا هو بصراحه طعمه جميل جدا وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو اتمنى الفيديو يكون عجبكم ويكون سهل بالنسبه لكم آه يا ريت اي استفسار او اي حاجه انتوا عايزينها او ايه الفيديو الجديد اللي انتوا عايزين انزله او الوصفه الجديده يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات تحت وما تنسوش اللايك بليز والاشتراك بالقناه لو لسه جديد. اتمنى يكون الفيديو عجبكم اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله مع السلامه باي باي